أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا النقل المباشر من باريس لكلمة لزعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي. قبل أسبوعين وصل الملا روحاني وصل إلى الرئاسة في نظام ولاية الفقيه في دورة ثانية، ومن خلال المخادعة وعمليات التضليل يقدم نفسه بأنه رجل معتدل، فيما نرى أن سياسة النظام السلطانية الاحتلالية في المنطقة استمرت سواء في السنوات الأربع الماضية أو في ولاية روحاني الأولى أو في العهود التي كان الإصلاحيون بين القوسين فيها على رأس الحكومة، كما أن هذه السياسة ستستمر على مدى السنوات الأربع القادمة وسيستمر بالاحتلال وبتسجيل الحاضر التطرف والحروب. غير أن الانتخابات المزيفة الأخيرة أدت إلى تعاظم القوة والشرخ والعزمة في قمة النظام، نظام ولاية الفقيه، مما جعل الطريق ممهدا أكثر لإسقاط هذا النظام. وكان قبل أسبوعين من جهة أخرى كانت هناك قمة الأمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وتقدمت هذه القمة نظام ملالي مصدر الأزمات في المنطقة، وأن ممارسات النظام في المنطقة والعالم ممارسات تخريبية، وتحول البلدان المنطقة وأكد قادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أن الشعب الإيراني هو أول ضحايا هذا النظام. هذا الموقف خطوة مهمة وكبيرة، طالما يتفق المجتمع الدولي على كون مصدر الإرهاب والتطرف في المنطقة ونظام ولاية الفقيه، إنما اتفقوا على هذا الواقع، فإنني أقترح باسم الشعب الإيراني وباسم المقاومة الإيرانية موقفا يتكون من ثلاث مواد، وأدعو جميع دول المنطقة إلى تأييدها. أولا، إعلان قوات الحرس، يجب تعريف قوات الحرس كيانا إرهابيا، وأن يتم فرض هذه القوات والميليشيات التابعة لها كلها من جميع دول المنطقة، خاصة من سوريا التي تعمل فيه قوات الحرس والميليشيات التابعة لها لإراقة الدماء ولكل هذه المشاكل التي تأتي على رؤوس أبناء الشعب السوري. ثانيا، أن يطرد منظمة التعاون الإسلامي نظام ولاية الفقيه من هذه المنظمة، وفي الخطوة التالية أن يخصص كرسي إيران لمقاومة الشعب الإيراني. ثالثا، أن يعترف بنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط ولاية الفقيه ومن أجل إحلال الحرية والديمقراطية. هذه أعتقد أن هذه مطالب هذه المقاومة الملحة وجميع شعوب المنطقة، حتى يستطيع من يتخلص من شر الديكتاتورية الدينية، أن يتخلص الشعب الإيراني وشعوب جميع المنطقة من شرور هذا النظام. أيها الأخوات وأيها الإخوة الأعزاء، ندعو ونحن على وشك موعد الإفطار من أجل انتصار هذا النضال الذي هو يمثل طموحات كل شعوب المنطقة. لا شك أن قوة الصمود وقوة التضامن الجبار بين شعوبنا ستغرر نهاية عهد نظام ولاية الفقيه وانتصار الشعب الإيراني وجميع شعوب المنطقة.
وأود أن أكرر أن هذا هو واجبنا واجب المقاومة الإيرانية في التضامن مع شعوب المنطقة، أن الشعوب المنطقة التي عانت من وجود هذا النظام وتحملت جميع هذه المشاكل، وأنا على يقين أن إيران الغد الحرة ستؤمن السلام الحرية للشعب الإيراني والسلام لجميع شعوب المنطقة. الإيران التي لم يكن هناك خبر فيه أن الدين القصري ولن تكون هناك خبر أن غم شعوب المنطقة وأن دعم الديكتاتوريين، وإيران التي أن جميع أطباء الديانات المختلفة يعيش فيها في سلام وأمن وأخوة وأواصر الأخوة، وهذا اليوم سيحين دون أدنى شك من جديد في هذا في إفطار شهر رمضان. أهنئكم بالشهر المبارك شهر رمضان، وأدعو من الله لانتصار جميع الشعوب المقهورة، خاصة الشعب الإيراني وشعب سوريا وشعب العراقي وشعب اللبناني وشعب اليمني وجميع الشعوب المقهورة، وأتمنى ما تمنيت الانتصار. التحية لكم جميعاً.